النهاردة احنا هنتكلم عن فلسفة الديكور، وفلسفة الديكور هي الحياة. كل واحد فينا عايش في جوه بيت او بيشتغل جوه مكتب او بيروح يقابل اصحابه جوه كافيه او ريستورانت. كل مكان من دول فيهم ديكور وفيهم تصميم وفيهم علاقات وفيهم قطعة انتيك وقطعة تابلو جميلة بنحطها ونوظفها في المكان. وبنوظفها ازاي في المكان؟ هي العلاقة. لازم التابلو يكون مقاسه متناسب مع مقاس الحيطة ومتناسب مع الديكور اللي احنا حاطينه جواه. يعني ايه حاطينه جواه؟ الحيطه اذا كانت مقاسها 3 متر ما ينفعش نحط تابلو 50 سم ولا 60 سم، لازم يكون يتناسب مع مقاس الحيطه. وفي ناس بتقع في خطا كبير جدا ان اللوحه بياخدها ريليتد للكالرز اللي موجوده ليها. يعني اذا كان الحيطان حمراء يبتدي يدور على التابلو يبقى احمر، او اذا كانت الستاره حمراء بتدور على تابلو لونه احمر. ده الكلام ده مش صحيح. المفروض ان انت تحس بالبيس لوحدها، لازم تكون ماتش من نفس الباليتا. يعني درجات الالوان تكون متناسقه، ولكن لازم احس باللوحه لوحدها. هنتكلم عن لوحات الكلاسيك والسيمي كلاسيك والسيمي مودرن وتوظيف اللوحات. توظيف اللوحات سهل جدا، وفي مشكله بتقابل كل الناس ان هو بعد ما بيعملوا ديكور شقتهم بيهملوا في الاكسسوارات وفي اللوحات، على الرغم ده هي القطعه الجميله الوحيده اللي انت وانت قاعد لما بتشوفها من اي زاويه بتحسسك بالحياه. في نماذج للوحات بتبقى كلاسيكيه ولكن توظيفها مودرن، زي اللوحات اللي جواها قطع انتيكس قديمه قوي، جرامافون، تليفون، راديو قديم. كل الكلام ده وتوظيفها في المودرن شيء جميل لانه بيحسسنا بالعراقه، وفي نفس الوقت متوظف في المودرن. بشكركم على الوقت القليل اللي انت قضيتوه معايا، وشكرا لكم.